هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليمن دافور المنطقة يا تحالف، شوفوا كيف يتصلح. قالوا ما تفهموش، قد لعبتم من قبل بالنهر من دماق وعمران ووصلنا هذه المواصل برضو دعممتوا. الدافور رقع أبو صاروخ يدغدغ مغالي، قلتوا دمرنا الصواريخ ورحتم بعد سنتين حرب تحاصروا قطر هناك، وبدل ما تسيطروا على صنعاء سيطرتم على مبنى محافظة عدن. الآن الدافور يا تحالف صار بركان H2 ووصل الرياض. برضو رحتوا تسلموا على غير الضيف يا تحالف واتصلت عليكم حتى بالمنصات، فلتوا المنصات كلها، منصات الإطلاق ومنصات الصومات مع العسكر والجيوش، وقفتوا تضربوا منصات السبعين اللي ترحم الله وهي مقش ببرد. حالنا معاكم أصبح زي كذا، مش من هنا من هنا مش من هنا من هنا مش من أيوة 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 أيوة. ملا إيش منتظرين؟ إيش اللي بيصحيكم أكثر؟ إيش اللي بيخليكم ترجعوا للطريق الصح؟ تعبنا نصيح، ضرباتكم صارت هناك فوق المساكين والأبرياء. ملا أنتوا ما جيتوا تساعدونا ولا عاد نحنا ندور من يساعدنا؟ كلنا اليوم تعبنا لغبنا، وانتم بعد اللي مش حتى مليح بعدوه لما يدخلكم القصبة وقد دخل نصكم قصبة ريتز كارلتون. هتلر هتلر بكله لما تشتت طحس، فرد عضلاته بلا بصر وما عاد حتى عرفوا وين راح. احنا مراعين تحرروا اليمن من سنتين ونص، قمتم ور 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 وزادت تغلقوا كل المنافذ. هيا خير صحنا وتشرخت لقوفنا نوريكم استعراضات الميليشيا ومنوراتها العسكرية، وانتم مكانكم تسكعوا لنا المساكين وفي الأخير تطلعوا بمطبوعات تدوروهم. يا لاغي الضايعة. أيوة أكيد أكيد شفتم قائمة الأربعين المطلوبين المنورين، هم نفسهم هذول اللي ما حضروش القاعة الكبرى لما قصفوها، رفع بهم عفاش بكشف تظلم عشان يخصفوا كل واحد لزوته ويستلم من نص مليار دولار حق الأربعين. علي بابا باع الأربعين الحرامي وبيطلع منها زي ما تطلع الشعرة من العجين. افهموا ما رضيتوا تقروا ولا رضيتوا تفهموا ولا تقروا ما بين السطور، افهموا هؤلاء بضاعة صالح، بضاعة عفاش. عفاش ايش تسوي؟ هؤلاء بضاعتي انا انا انا. الا ما الان قد قريوا عفاش نقشوا عيونه بربعين مطلوب، قال للتحالف اقرأوا ما بين السطور، اقرأوها تمام. شفتم كيف ما بين السطور وقال لك ده كله عينه بتوقعه؟ يا عيني يا عيني. أمانة فعل لهم تسعيرة فئات، ما عابوش أبو كرار ولا أبو تراب ولا أبو بردقان، رجعهم كلهم أبو 30 أبو 20 وأبو 15 جملة الجملة. أمانة أنهم وصل لهم لا خمسة، رجعهم فكة يتحالف معهم ويستفيد ويبيعهم بفلوس بعد ما يكمل. هذا لا تخافوا، هذا تخافوا عن سد، إحنا هم بضاعتي، هم بضاعتي وخبزي وعجين، افهموا. فعلا فعلا ما هذه يا ابو عفشفش خبزتك ونص، بس قد حرختها قوي، ركبتهم الخازوق ب H2 ورجعتهم نصع يا عقعق.
كنت بعد غلط حتى واحد من أصحابك سجلوا أتروحوا بينهم قدس من شراكة بالمغرم والمغرم كنت بعد حط أحمد الحبيشي قدوا معهم أزغف وعادوا محسوب عليك لا ذرة ما في العيون الآن الحوثيين بيشعروا بالغربة مساكين بيحسوا بالوحشة محتاجين حضن يحتاجوا ناس أخوانهم المؤتمرين لماذا أنتم تفقدون إخواننا الأعزاء من هذا الحضن الطيب؟ إيش اللي بيحضنك أنت؟ شوف سعبتك أنت اشتلك سير من حق الطاحون يحضنك أمانة عليك يا عفاش هذا قدو طاسة العجين ما عادش خبزتك وعجينك شوف على نفخة شوف ساع ما هو ساع الكفر اللي معباي 50 زودت له الخميرة لا بارك لك مهم الحضن يا برميل قد عفاش جهز لك سلة تفاح قال حضن قال تبيع الليل والله ما انت داري من وين يذبحوك قد كنت الأسبوع الأول أبو حمد ورجعت بقدرة قادر أبو 20 برميل الثورة لو قرح وحرام لا تحصل كارثة بيئية في البلاد كله وحسن زيد يا جماعة هذا قد له حلقة لوحده هذا ما يجيبش قيمة بيفك قال لك 10 مليون دولار قدو نفسه مطنن ما كانش عارف قيمته جالس يسبق على نفسه بصفحته صبح وليل وصبح وليل منشورات هذا هدر الأموال يا تحالف ما بوش ما يكلف والله قائمة بنص مليار وفيها حسن زيد أولا ليست تطي أنا موضوع إعلامي شائك إلا مش شائك أنت شائك أنت شائك حتى الحلاق يشهد لك أنك شائك أنت كوكتيل شائكة بعشرة مليون دولار يا رجل يا رجل حسن زيد هذا الشائك مستعد يسلم نفسه للسعودية ب1000 دولار وهو راضي متحمل خاف الله يا عفان بإيش غثاك ولا موتور زي ما قال الجندي بكم الموتور بكم عسى الله يطلع الموتور دي اليومتين 2000 دولار طيب مش 10 مليون دولار احنا دارين انك تحبه قوي بس مش للدرجة هذه ولا تقول انه حسن زيد مدرب ريال مدريد ها اسأله يا سحر قل لهم فينك انت وشل البيس وبحبها على الجوال يستاهلوا برضو متواجد كثير في وسائل الاتصال هيا قال لك متواجد بوسائل الاتصال حرام والله في قلبه الكفر حق الطياره هذا يقبض عليه مكافح فيروسات كاسبر ولا نود 32 احنا حانبين دلعين ايش من بيت بترممه ما بالله شوف لك عباره من حق المجاري ولا من حق الطرقات اجلس فيها لما يحل ربك من عنده الناس بغير رواتب وهم بحاجه لصرفه الطارف بقى يعملها وهو محتسب الأجر إذا ما عملهاش غريمك عفاش ودلهم على واحدة من البيوت وهو يقرر التحالف بين السطور ما حد عرف بمسامير عفاش يفعلهم مدحلات ومعطوفات رزع 40 واحد وساب من شوف يا مؤمن ساب فليتة ما ضموش عشان يدبسوا بتهمة التخابر مع العطوان ولد مهرة ولا متعلم سنة عشان لما يقولوا له ليش فحد بهم كذا يقول لهم مش أنا أسألوا كبيرهم هو فليتة اللي معه أرقام عسيري كلهن ليش ما ضمون القائمة نسف الجبهة وتعفر شغل فليتة في ظهران الجنوب حق 3 سنين بقائمة واحدة فاصل ونرجع نشوف زاروخ اتش 2 الحوثي ايش هو بخلق الله أبقوا معنا حيا ومرحب قل يا صديق السلامة الكل عارف انه الحوثة اليوم الاول زغف صاروخ بركان دق دنبع وبقدرة قادر زغف من فوق الباتريوت حق عسير ونقران الى الرياض كيف وصل للرياض ما تدريش كيف خلوه يوصل ما تعرفش قضاء وقدر وقد منك يا حوثي مقضي غرض داخلي هناك ولفلفت مسابح ما علينا المهم الصاروخ نكز طائرة التحالف المطششة وحبيبي طابع المك لا فوق صنعاء أدبق طول الليل أدبق لك صبح وليل
هناك وصلت طماشة نكزتهم وصنعاء وصعدت تتعمل بركات القوة الصاروخية. ومن يشبح لك بقبقة الانقلابيين؟ صحفهم لاقت لها عناوين تتقارع فوق الناس، تتقارع وفوق ظهرك يا مسكين. نحن نحارب حرب الرجال، نحن أمس ضربنا قاعدة الملك خالد الجوية في الرياض بصاروخ بركان 2، ومن هنا من ميدان 70 نشكر رجال الجيش اليمني واللجان الشعبية الشرفاء. يا أخي حماس، حماس منقطع النظير، مش قادر يتكلم من الدخان اللي وراه، وفرحان بتضرر الرياض من الصاروخ. إيه الرياض استوقعت لما حميد رزق ناقص يرقص على المسيرة، قل الله عقولكم، وعادوا راح يجيب مقاطع هندية وباكستانية، فرحانين إنه العالم كله يشمت بهم. من أقارب بنادية عرب ميديا كمطابق يمن سے حوثی باغیوں نے مزائل داغا تھا ائر ڈیفنس سسٹم نے شمال. تركنا هذا المقاطع بلا ترجمة حتى تسمعوا الرضين، يعني اسم الصاروخ اليمني باللغات المختلفة. حمستي كرستي يا حميد رزق، ترطن رطينة، ترطن رطين يا حميد رزق في بيروت، مستمتع على في هنا ودي هنا بحارة حريق. كيف وقع اسم الصاروخ؟ كيف وقع باللغات الأخرى؟ طعيم صح بالهندي بالباكستاني؟ عجبك يا حميد رزق؟ هم اليمنيين ما سمعوا إلا الطائرات، وسمعوا إنه التحالف قفل كل المنافذ، وسمعوا إنه التجار اللي قد أغلبهم من أصحابك قفلوا الأبواب ونكلوا بجيوب خلق الله. الناس سمعوا رطين يدمي قلوبهم بذمة حماقاتكم، وسمعوا إنه الدولار وصل 430 ريال، وسمعوا إنه الدب البترول قضيه بثمانية ألف، وسمعوا وشافوا شوارع صنعاء فاضية والناس بالمحطات طوابير، وسمعوا إنه الحباري حقكم وصل الكيس البر إلى 9000 ريال. شفت على رطين بالهندي والباكستاني يا حميد رزق، رطين الرطين للصاروخ. والله يا صاروخ الرياض ما أصاب الله حمود ومسعد ومفلح وعايض، وكل مواطن يمني صاحب عيال يرحم الله أصابه في قوته وزادوا فوق الهم هم. أما الرياض ما تعورت فيها حتى فسة، وعاد ما البقت علي الحاكم طارق طرقوقي عامل فيها سبع البرومبا ومنشور إلى السيد الزماط. أخي الرئيس القائد الأعلى، مزيدا من الصواريخ لكي يعلموا أن الحرب ليست لعبة. هاشتاج صواريخ اليمن تضرب الرياض. ملأ إلهي هاشتاجك، ملأ أتقرص العافية قال هاشتاج. يا مكسور الناموس يا قابلة الولادة المتعسرة، عادهم دخلوا لك لعبة أحمد علي قبل ليلتين شلحوا لك العدة كله. قال أخي الرئيس لو أنت جنب الصمد والله وما تقولش يا سيدي ويا ولي الله لا يصنقك كاف لما يقلبك مطروق مش طارق، كذا تحط راسك براسه عيني عينك قلة حياة ما عاد فيش حياة. أصحابكم ده الأسبوع خمسة لواءات وما لواءات قرحوا رؤوسهم بتعز، وما قدر ضيوش الحوثة يعترفوا بهم انهم كانوا بالجبهة اصلا. انت وعمك زي اللي رقصت بالسلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها ولا سلامات من اللعن. شوف ها كيف بيشقذفوكم بوسائل اعلامهم، وعاد الجاي ملقم لها قشر مزيدا من الصواريخ. قل مزيدا من الخوابير. هيا ارجعي كذا لا يسمعك الطاووس ولا حمد علي العوثي. المهم ما يبترع إلا قادر يا حوثاء ويا تحالف، أتحاربوا زي الجن ولا بطلتوا؟ مش تطحنوا بس فوق رأس المساكين. حوثي ومخلوع يقرعوا صواريخ ويروحوا يتخبوا بين المكالف والعيال بالأحياء السكنية. خلوا عندكم ذرة شرف واقوا زي الناس، دمرتم اليمن وأفقرتوها ونكبتوها يا حوثي. والتحالف يطصص ويقوم يقصف الغريم ولا ابن عمه ومنشق ويغلق المنافذ كلها. ملأ يا تحالف انت داري فين غرمائك، ما همش بالأسواق الشعبية، وعارف من فين بيهربوا الأسلحة، ترجع لك فوق مطار سيئون وعدن. ليش مدري كم ألف مسافر يمني عالقين بالمطارات أمراض يرحم الله، يشتروا روحوا بلادهم المنكوبة ذي،
ما لا عيب خزا والله ان انا ارجع اقول لتحالف طويل وعريض واستخبارات وجيوش ومقرات واجي اقول لكم بالنهايه من فين سرق لكم هذا الصاروخ، من اي ساحل وعبر اي طريق يا تحالف. تشتي دخار الحوثي من صدق حررت تعز، تعز اللي كلكم متفقين عليها هي المقياس حتى للحرب، اذا كانت حرب جاده ولا طيسي فيسي ولعب اتاري وروبوتات. ماشي خليكم نيوم وخاه الله خاطركم. السلام عليكم. لا 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 لا.